عزيزي، هي مش قصه توقعات، هي قصه مراهنات. رهاني النهارده على تشيلسي قدام ريال مدريد. الموضوع سهل جدا وبسيط. تشيلسي كمنظومه دفاعيه قويه بال 5 3 2 اللي بتتحول ليها 3 4 2 1 بتاع توماس توخيل. الفريق بيكون قوي جدا دفاعيا، بتلاقي ان الاطراف اتقفلت. ده معناه ان فينيسيوس نقطه قوه ريال مدريد الفتره الاخيره مش هيلاقي مساحه فاضيه يلعب فيها، ولا الناحيه الثانيه ماركو اسانسيو هيقدر ان هو يخترق قوه دفاعات تشيلسي. طب نص الملعب بتاع ريال مدريد قوي جدا، طبعا، بس نص ملعب تشيلسي قوي نوعا ما، كانتي وجورجينيو. طيب الكره العرضيه اللي كريم بنزيما بيحب يستغلها مش هتكون موجوده فتره عاليه جدا، لان كريم بنزيما بيواجه مشكله مع الاثنين الموجودين في عمق تشيلسي، وهما تياجو سيلفا، وكمان موجود معاه روديجر او موجود معاه كورتزوما، مميزين في الكره العاليه. هجمات مرتده تشيلسي مش بيحب ان هو يهاجم كتير، فده معناه ان انت اللي هتكون معاك الكره اغلب الوقت، وقتها تشيلسي هيديك بالمرتدات بتيمو فيرنر وحكيم زياش. والحاجه النهارده اللي تشيلسي ممكن يخلص بيها لو تيمو فيرنر اللعيب بتاع النص فرصه